احنا كوكالة اغاثة دولية قلقين جدا جدا من موضوع الاتجار بالاطفال، واني اعتقد بان الاطفال المباعين اعدادهم في ازدياد الى الثلث من بعد عام 2005. العفو استاذ، ممكن تعطيني هذا رقم تقريبي للاطفال اللي باعوهم اهلهم؟ من الصعب جدا معرفة اعداد الاطفال المباعين لان ماكو احصائية رسمية، بل هناك تقارير تقريبية تقول في كل عام يباع من 150 إلى 200 طفل وبسعر من 250 دولار إلى 5000 دولار. زين أستاذ، هذه العملية وين تتم؟ يعني بأي بلد؟ بلد معين لو بعدة بلدان؟ دول عربية ودول أجنبية وللأسف متحضرة مثل بريطانيا، سويسرا، السويد وإيرلندا. زين، ما تعتقد أن الفساد الإداري وراء هيك موضوع؟ بالتأكيد وبدون أدنى شك. أنا أشكرك أستاذ، شكرا جزيلا. العفو أستاذ. يلا عمي، في امان الله. الله وياك، الله وياك وليدي، اشكرك. الو، هلا ابو قيس، صباح النور على اخوي، الله يخليك. لا والله صار مده ما موجود انا بالاستوديو. لا بسيطه ان شاء الله، بعد نص ساعه اكون موجود.